طيب معالي الوزير، تحدثت على هذا الصعود ديال القطاع صناعة السيارات والصناعة بشكل عام في الصادرات المغربية، البعض أيضا يتساءل شنو القيمة المضافة، يعني على مستوى القيمة المضافة هل هناك صعود مماثل لقطاع الصناعة؟ لا لا، معلوم القيمة المضافة هو أداة وأساس خلق القيمة وخلق مناصب الشغل وخلق التنافسية أيضا. نحن ملي بدينا في صناعة السيارات، نعاود بدينا في صناعة السيارات هذه تقريبا 15 عام، كنا كنجمعوا كنركبوا تقريبا 15,000 سيارة بقيمة مضافة ما كتجاوزش 20%. اليوم عندنا قدرة إنتاجية اللي موجودة ديال 700,000 واللي كتبنى ديال 900,000 سيارة سنويا بنسبة إدماج. عندنا المصنع الأول عنده 65% والمصنع الثاني عنده 69%، يعني 69% ديال القيمة ديال قطع الغيار اللي كنركبوها في السيارات ديال المغرب كتصنع حتى هي في المغرب في 250 مصنع وكتشغل 200 ولا 220 ألف كفاءة مغربية. هذه القيمة المضافة هي من أساس من الأسس ديال التنافسية، ومعلوم هذه هي اللي كنقلبوا عليها، حيت هي هذه القيمة المضافة هي اللي غتخلق مناصب الشغل. وكما كتعرفوا بالنسبة لنا أم المعارك هي خلق فرص الشغل قارنة للشباب، وهذا أكدوا سيدنا في الرسالة الملكية اللي وجهها لنا اللي وجهها للمشاركين ديال اليوم الوطني للصناعة.